مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في حلقة أخرى من دروس الدعم. كنا قد حاولنا في الحصة الفارطة أن نقوم بتسليط الضوء على بعض جوانب الاشتغال على القولة الفلسفية انطلاقا من ربط هذه القولة الفلسفية بسياقها وبمضمونها، ووقفنا عند الأشياء التي ينبغي أن تقوم بها أثناء لحظة المسودة، وقلنا ينبغي أن تقوم بمحاورة القولة من أجل أن تقوم باستخراج عناصر الإجابة التي سوف تنظمها وفق طريقة منهجية وفق مقتضيات الصيغة المنهجية للقولة الفلسفية. فقلنا أن القولة موضوع الدرس هي كالتالي: يكون الإنسان أكثر حرية في ظل قوانين الدولة. اشرح مضمون القولة وأبرز طبيعة العلاقة بين الدولة وحرية الأفراد. إذن كنا قد ربطنا بسياق القولة فقلنا أن هذه ربطنا القولة بسياقها، فقلنا أن هذه القولة مرتبطة بمفهوم الدولة وتحديدا مجزوءة السياسة، وقلنا أنها تسلط الضوء على المحور الأول مشروعية الدولة وغايتها، فتعتبر أن الغاية من وجود الدولة هي تحقيق الحرية بالنسبة للأفراد وضمانها. ثم قلنا أن هذه الفلسفة هي هذه القولة هي مرتبطة بأحد فلاسفة العقد الاجتماعي وهو إسبينوزا، فتحدثنا عن طريقة شرحنا للمفاهيم وسوف نعيد التذكير بذلك أثناء عرض المنهجية. إذن بالنسبة للصيغة المنهجية الخاصة بالقولة الفلسفية، ف على غرار النص والسؤال فالقولة تحتاج إلى مطلب الفهم بمعنى المقدمة، وعليك أثناء هذه المقدمة عزيزي التلميذ أن تقوم بإبراز مدى فهمك واستيعابك لموضوع الوضعية الاختبارية المتمثلة في القولة، وبالتالي أن أثناء كتابة هذه المقدمة التي قلت تبرز من خلالها مدى فهمك واستيعابك للقولة أن تمر انطلاقا من ثلاث مؤشرات أساسية، وهي أن تحدد موضوع القولة الفلسفية، فتقوم بكتابة تقديم أو بلورة تمهيد تتحدث فيه عن السياسة وإن أمكنك ذلك عن الدولة، وتقوم بتعريفهما، ثم وتحصل إذا ما قمت بهذا الأمر تحصل على نقطة. أما إذا ما وثم بعد ذلك ينبغي أن ترصد الإشكال المطروح بمعنى أن تسلط الضوء على المفارقات والإحراجات التي ارتبطت بهذا الموضوع، وهنا الأمر يتعلق بالنسبة للقولة موضوع التحليل والاشتغال هي الغايات من الدولة، على اعتبار أن هذه الغايات قد طرحت نقاشا كبيرا بين فلاسفة العقد الاجتماعي والفيلسوف هيكل. ثم بعد أن ترصد الإشكال المطروح الذي نصيبه من النقط نقطتان تقوم بصياغة الأسئلة الأساسية الموجهة لمسار تحليلك ومناقشتك، فتتساءل بالشكل التالي: ما الدولة؟ ما الحرية؟ ما القانون؟ ما الغايات من وجود الدولة؟ كيف للقانون أن يقوم بحماية وضمان حرية الأفراد؟ إذن إذا أردنا نموذج نبين من خلاله كيف نؤجرئ هذه الخطوات، فقد نعرض هذا النموذج للمقدمة، وأؤكد أن هذا النموذج الذي أحاول من خلاله أن أبين كيفية أجرأت هذه الخطوات هو ليس لتنميطك ودفعك إلى الكتابة بنفس المنوال، وإنما هو فقط لكي نبين بشكل عملي كيفية أجرأت هذه الخطوات، لذلك فتبقى لك كامل الحرية في أن تبتكر ما يتناسب مع قدراتك الأسلوبية والتعبيرية، المهم أن تحافظ على هذه العناصر التي يتطلبها كل مطلب من مطالب تنزيل منهجية الاشتغال على القولة الفلسفية. إذن قلت ربما قد يأتي التمهيد بهذه الشكلة، فتتحدث عن الفلسفة السياسية الكلاسيكية مع أرسطو الذي تحدث في كثير من السياقات، وتحديدا في ربما قد تتناول كتاب في السياسة،
فتنطلق من ذكر الفيلسوف، هذا الفيلسوف الذي اعتبر أن الإنسان، أن الدولة أمر طبيعي ما دام أن الإنسان كائن سياسي أو مدني بطبعه، وبالتالي فهو بحاجة إلى، لماذا هو كائن مدني بطبعه؟ لأنه بحاجة إلى أن يعيش داخل الحياة الاجتماعية في إطار مدني، لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده نظرا لعدم قدرته على تلبية مختلف حاجياته. وبالتالي فإذا كان وجوده مشروط بوجود الآخرين، فينبغي أن ننظم هذه العلاقات بين الأفراد حتى لا نقع في الفوضى والتسيب والاضطراب، والجهة التي تستطيع أن تنظم هذه الحياة هي الدولة. لاحظوا معي، ذكرنا السياسة ثم الدولة، انتقلنا إلى تعريف ذكر الدولة، وقد نقوم بتعريفها إن أمكن ذلك، فنقول هي الجسم السياسي والحقوقي الذي ينظم حياة مجموعة من الأفراد يؤلفون أمة، وذلك لما تملكه من سلطة متمثلة في مجموعة من المؤسسات والأجهزة المرافقة لها. إذن هذا العنصر الأول، ربط تحديد موضوع القولة الفلسفية. إذن بالنسبة لرصد الإشكال، فيمكن كما قلت أن نكتب بهذه الطريقة، فنسلط الضوء على الغايات، على اعتبار أن الغايات هي الإشكال الذي يرتبط بهذه بالقضية، موضوع الوضعية الاختبارية القولة الفلسفية. إذن فنتحدث عن الغايات، ونقول أن هذه الغايات التي جاءت بها الدولة والتي تعتبر مهمة، لأن قيام الدولة بغايات هو ما يجعل من وجودها وجودا مشروعا ومقبولا أخلاقيا وقانونيا وعقليا، فهذه الغايات اختلفت بشأنها الأفكار. فهناك من اعتبر أن هذه الغايات ترتبط بحماية مصالح وخيرات المواطنين وصيانة كرامتهم وحريتهم، وهناك من اعتبر أن هذه الغايات ليست مادية وخارجية، وإنما هي غايات داخلية ومرتبطة بالدولة، وأن هذه الغايات ينبغي أن تكون داخلية، وأن يقوم الإنسان بخدمة الدولة بدل أن تقوم الدولة بخدمة الأفراد. إذن وهذا الأمر هو الذي يدفعنا إلى طرح الأسئلة المؤطرة لاشتغالنا على التحليل والمناقشة. فنطرح الأسئلة من قبيل: ما الدولة؟ ما الحرية؟ ما القانون؟ ما الغايات من وجود الدولة؟ كيف يمكن للقانون أن يؤطر ويحدد حرية الإنسان؟ إذن بالنسبة للمطلب الثاني، والذي هو التحليل ونصيبه 5 نقاط، والذي يشترك فيه مختلف الصيغ الاختبارية، إلا أن صيغة القولة أو وضعية الاختبارية للقولة بالنسبة للتحليل الذي يرتبط بها، فهو له مؤشرات محددة، كأن ننطلق من صياغة الأطروحة وشرحها، ثم أن نقوم بالشغال على البنية المفاهيمية بالشرح وفق سياق القولة، وأن نبرز العلاقة وأن نقوم بشرحها أيضا، ثم بعد ذلك أن نقوم باحترام البناء الحجاجي للقولة إن توفر في القولة حجاج، وإن لم يتوفر فإننا نحن نقوم بافتراض بنية حجاجية من أجل إثبات تلك القولة، تلك الأطروحة الفلسفية. إذن بالنسبة للقولة، فقد تضمنت أطروحة تتحدث على أن الغاية القصوى من وجود الدولة هي أن تعمل على تحرير الإنسان من حالة حرب الكل ضد الكل والخوف الذي عاشه في حالة الطبيعة. وبالتالي فالدولة هي ضامن للحريات، ومن هنا يكون الإنسان أكثر حرية ما دام أن من وظائف الدولة أن تضمن الحريات للأفراد، فيكون الإنسان أكثر حرية مقارنة بحالة الطبيعة، كما وضحنا ذلك في الحصة الفارطة حينما قمنا بمقارنة بين حالة الطبيعة وحالة المدنية. إذن فالإنسان يصبح، فأنت تستخرج الأطروحة وتقوم بشرحها، فتقول أن الإنسان يصبح يعيش في حرية رغم أنها مقيدة بقوانين، ولكنها مضمونة ومستمرة في الزمن.
وبالتالي فتكون حين صياغة الأطروحة قيامك بصياغة الأطروحة وشرحها تحصل على نقطتان، وثم تنتقل إلى شرح البنية المفاهيمية والعلاقات الناظمة بينها، فتشتغل على المفاهيم الأساسية التي بنيت عليها هذه القولة. والمفاهيم الأساسية التي بنيت عليها هذه القولة هي ثلاث: الدولة، الحرية، القانون. وعليك أن لا تعتمد كما سبقت الإشارة على التعريف المعجمي فقط، لأنه لن يساعدك على الإفصاح عن ما هو مسكوت عنه داخل القولة، وإنما ينبغي أن تعرفها، أن تعرف هذه المفاهيم وفق سياق القولة. فتتحدث على أن الدولة تأسست من جراء التعاقد الاجتماعي، فانتقل الإنسان إليها هروبا من حالة التوحش والاقتتال، ولأنها هي الجهاز القادر على تنظيم هذه الحياة وخلق بيئة أو جو لتعايش حريات الناس فيما بينها. ثم تتحدث عن الحرية، ولأن مفهوم الحرية مفهوم شاسع فأنت تربطها بسياق القولة، فتقول أن الحرية هنا انتقال من حرية مطلقة مؤسسة على حق القوة إلى حرية مرتبطة مقيدة مرتبطة بقوة الحق. وتقول أن هذه الحرية رغم محدوديتها إلا أنها تضمن للجميع التمتع بقدراتهم ومؤهلاتهم البدنية والفكرية على حد السواء. ثم تقوم بشرح القانون وتربطه بالقانون المدني بدل القانون الطبيعي الذي يخلق حرية فوضوية، وتقول على أن هذا القانون هو مرتبط بالعقد الاجتماعي الذي وقعه الحاكم والمحكومين وتنازلوا بموجبه عن جزء من صلاحياتهم ومن حريتهم ومن ممارستهم للسلطة. شريطة أن يقوم هذا القانون، هذا الحاكم من خلال هذا القانون على أن يضمن للمحكومين حريتهم. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة التي نحصل عليها في مطلب التحليل فهي مرتبطة بالبناء الحجاجي، وكما قلت فالقولة جاءت نظرا لقيصرها خالية من بنية حجاجية، الأمر الذي يستدعي أن نفترض بنية حجاجية حسب إمكانياتنا لكي نثبت هذه القولة. فيمكن أن نأتي بمثال أو أن نربطها بالواقع أو أن نقوم باستشهاد انطلاقا من تاريخ الفلسفة أو أن نقوم بكتابة تحليلنا وفق أسلوب استقرائي أو استنباطي أو أن نعتمد حجة التقابل كما هو الحال بالنسبة إلينا. فقد اعتمدنا حجة التقابل بين حالة الطبيعة وحالة المدنية من أجل أن نبين هذه الأطروحة ونثبتها أكثر. وإذا ما أردتم نموذجا للاستئناس فيمكن أن نقف عند هذا النموذج. لاحظوا معي أنه ما هو مكتوب باللون البني فهو فقط محاولة لربط بين عنصر وآخر من خطوات تنزيل مقتضيات التحليل القول الفلسفية، فهو بالتالي يبقى للاستئناس. نربط بين عناصر الإجابة بهذه السياق، وهي ليست لتنميطك كما سبقت الإشارة، وإنما فقط للاستئناس بها وكتابة على منوالها. أنت لست مطالب بأن تكتب بهذا الشكل، فقد تكتب مباشرة كجواب عن هذه الإشكالات، فقد نجد أن القولة تتضمن أطروحة مفادها وتذكر الأطروحة كجواب على الخطوة الأولى من التحليل، أو قد تنطلق بهذه الشاكلة فتقول كجواب على الإشكالات الفلسفية التي تثيرها القولة والتي تعتبر بمثابة الخلاصة الفكرية للمتن الفلسفي لصاحبها، حيث يؤكد فيها على أطروحة مفادها أن، وتذكر الأطروحة وتعتبر فيها أن الدولة باعتبارها تنظيم سياسي فهي وظيفتها أو غايتها الأساسية هي تحرير الإنسان من الحرب الكل ضد الكل وحالة الخوف التي عاشها طيلة القرون الوسطى التي كان يعيش في حالة الطبيعة، أي قبل وجود الدولة. وأن تقول أن هذه أن الدولة قد صاغت قوانين، هذه القوانين ستفسح المجال لتعايش الحريات، حريات الناس فيما بينهم،
وهذه الحريات هي حريات فكرية وبدنية، وقد تتوقف عند هذا الحد وقد تستمر في التحليل حسب إمكانياتك وقدراتك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الاشتغال على المفاهيم. وقلنا أثناء المفاهيم ينبغي أن تقوم بتعريفها وفق السياق، لأنك تريد أن تشرح مضمون القولة وأن تبرز ما هو ظاهر وما هو مسكوت عنه. فتقول أن الدولة هي نتيجة التعاقد الاجتماعي بين الناس، وهو اتفاق إرادي حر ناشئ عن قناعة للخروج من حالة الطبيعة، حالة الاقتتال وحالة حرب الكل ضد الكل، وأن تقوم وأن الدولة قد أخرجت انطلاقا من هذا التعاقد الاجتماعي الإنسان من حالة كان يعيش فيها كالحيوان، يسيطر عليه الوهم الفطري ويسيطر عليه تسيطر عليه الأنانية والسلوك الغريزي، إلى حالة من التحضر ونمو الأخلاق والعقل. وهذا الانتقال كان مرتبطا بعقد اجتماعي من أهم بنوده أن يقوم بضمان الحرية للأفراد، وتعمل على تعريف مفهوم الحرية. فتقول أن هذه الحرية التي رغم أنها مقيدة بقوانين إلا أنها مضمونة لأنها مؤسسة على حق القوة، فمن معه الحق على قوة الحق، فمن معه الحق هو الذي يكون أكثر حرية من غيره، وبالتالي فمن حق الكل أن يتمتع بإمكانياته وقدراته ومؤهلاته على حد السواء دون أن يكرهه شخص آخر أكثر قوة منه، فأن يتمتع بحريته الفكرية كأن يعتقد كما يشاء بالمعتقد الذي يريد، وأن يفكر بالطريقة التي يريد، وأن يتبنى الإيديولوجيا التي يريد، وأن ينتقد حتى قرارات الدولة، وأن يتمتع بحريته البدنية كيفما يريد، فيتمتع بجسده ويتجاوز الطقوس المبتدلة كذلك. وهذا الأمر لن يكون ممكنا إلا في ظل قوانين الدولة التي سوف تضمن تعايش هذه الحريات، وهذه القوانين هي مصدرها العقد الاجتماعي الذي سيخرج الناس وسيضمن لهم الضمانات الأساسية لإخراجهم من حالة التردد وحالة الخوف التي كانوا يعيشون فيها في حرية في حالة الطبيعة. إذن ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الأخرى داخل نفس اللحظة، وهي المفاهيم وشرح العلاقات. فنقوم بربط هذه المفاهيم بعلاقات، هذه العلاقات تتمثل في كونها علاقة إلزامية، ونقوم بشرح هذه العلاقة على اعتبار أن الدولة ما جاءت لتحرير الإنسان، لخدمة الإنسان عبر توفير له جو من الحرية. هذه الحرية لن تكون ممكنة إلا في ظل قوانين تسمح بتعايش الناس وتعايش حرياتهم، وتضمن لهم أن يتمتعوا بهذه القدرات. إذن كلحظة أخيرة داخل مطلب التحليل، فيبقى الأمر مرتبط بالحجاج، وكما قلت أن هذه القولة جاءت خالية من بنية حجاجية، لذا فمن المفترض أن نقوم باستدعاء بنية حجاجية من عندنا لكي نقوم بإثبات هذه الأطروحة. وإذا أردنا أن ننتقل من الاشتغال على المفاهيم وشرح العلاقة بينها إلى ذكر الحجاج، فيمكن أن نعتمد هذه الصيغة أو نأتي بصيغة من عندنا. فالمستحب أن تقوم بالتعبير عن قدراتك، وبالتالي فيمكن أن نكتب بهذا الشكل نظرا لقصر متن القولة. فجاءت هذه الأخيرة خالية من بنية حجاجية، الأمر الذي يتطلب استدعاء بنية حجاجية لإثبات وتدعيم الأطروحة. وبالتالي يمكن أن نورد في هذا السياق قلنا مقارنة، أسلوب المقارنة أو التقابل بين حالة الطبيعة وحالة المدنية، ونشرح لا يكفي فقط أن نذكر البنية الحجاجية وإنما ينبغي أن نشرحها. فنقول ففي حالة الطبيعة رغم وجود حرية مطلقة تسمح لنا بأن نفعل ما نريد، إلا أن هذه الحرية
تجعلنا مترددين وخائفين. لماذا؟ لأنها مرتبطة بحق القوة، وبالتالي فهذا الحق للقوة يفرض حالة من الاستعداد دائم للحرب، حرب الكل ضد الكل، وبالتالي فهي حرية غير مجدية. الأمر الذي يفترض حرية مدنية التي رغم تقيدها بقوانين إلا أنها تفسح المجال للجميع على حد السواء للتعبير عن قدراتهم الفكرية والبدنية. إذن بالنسبة لمطلب المناقشة فهو ينقسم إلى لحظتين بسرعة، لحظة أولى تبرز من خلالها حسك النقدي عزيزي التلميذ ونصيبها ثلاث نقط، وتمر انطلاقا من لحظتين أساسيتين كما قلنا، أن تقوم بإبراز قيمة الأطروحة وحدودها. حينما نتحدث عن قيمة الأطروحة فنحن هنا نريد أن نسلط الضوء على الجانب المضيء من الأطروحة، وأن نبين قيمتها المعرفية أو التاريخية أو قدرتها على تغيير فكرة سائدة أو معتقد سائد. فالأطروحة صحيح أنها قامت بتغيير تلك الفكرة التي تعتبر أن قوانين الدولة هي مقيد للحرية، فكما وضحنا فالحالة الطبيعة التي لم تكن خاضعة لقوانين فكانت حرية غير مجدية وحرية فوضوية، وبالتالي فالقوانين هي شرط لتعايش الحريات، وبالتالي فهذا يحسب للأطروحة. ثم في اللحظة الثانية ينبغي أن نقوم بتسليط الضوء على الجانب يعني بعض هفوات أو نسبية هذه الأطروحة، فنقول أنها قد أغفلت جانبا مهما، هذا الجانب مرتبط بأن الدولة ليست فقط مرتبطة بما هو برغماتي نفعي مادي كخدمات، وإنما أيضا هي مرتبطة بما هو روحاني وأخلاقي، على اعتبار أنها تعبر عن توحد الأمة أو توحد الإرادات لشعب معين على اختلافهم واختلاف عرقهم وإيديولوجيتهم وما إلى ذلك. ثم اللحظة الثانية وهي أن تقوم عزيزي التلميذ بفتح إمكانية أخرى للتفكير في هذا الإشكال، وذلك انطلاقا من توظيف بعض الأقوال الفلسفية، وهنا الغاية ليس بالعبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالتنويع في هذه الأقوال وحسن توظيفها. فيمكن أن تأتي بتصور من تصورات فلاسفة العقد الاجتماعي الذين تحدثوا عن غايات أخرى واعتبروها أهم من الحرية، كما هو الحال مثلا بالنسبة لي جون جاك روسو، أو الذي اعتبر أن الغاية هي المساواة، أو بالنسبة لي مثلا الفيلسوف جون لوك الذي اعتبر أن الغاية الأهم هي أن تحافظ الدولة على الملكية الخاصة. كذلك يمكن أن ننتقل ونتجاوز فلسفة العقد الاجتماعي ونأتي بتصور الفيلسوف هيجل الذي اعتبر أن الدولة غاية في ذاتها. لماذا غاية في ذاتها؟ لأننا كما قلنا هي تجسيد للروح الموضوعي وتحقيق للإرادة الكونية التي تطورت عبر الزمن وانعكست في هذا الرقي الذي جاءت به الدولة. إذا أردنا نموذجا لهذا المطلب، مطلب المناقشة، فيمكن أن نكتب على هذه الشاكلة، فنقول أن قيمة الأطروحة تتجلى في واقعيتها على اعتبار أنها تبرز مشكلا سيقع إن منحنا للإنسان أو عاش الإنسان في ظل حرية مطلقة. فإذا كانت تمنح لي القدرة على أن أفعل ما أشاء، فهي في نفس الوقت تمنح للآخرين القدرة على أن يفعلوا ما يشاءون، واختلاف المصالح سيؤدي إلى حرب وفوضى وعشوائية. وهذا الأمر هو الذي نلمسه في تجارب بعض الدول التي حينما عاشت ثورات وعاشت انتفاضات وألغيت الدولة وألغيت قوانينها أصبح الأمر شبيها بحالة الطبيعة، حالة حرب الكل ضد الكل. إذن فتعايش حرياتنا هو مرتبط بدرجة أساسية بعيشنا المشترك.
وبالقوانين التي سوف تضمن هذا العيش المشترك وهذه الحرية المشتركة. لكن بالنسبة لحدود الأطروحة فيمكن أن نقول أن هذه الأطروحة رغم أهميتها إلا أنها تجاوزت أبعاد أخرى للدولة. هذه الأبعاد الأخرى للدولة مرتبطة بشكل أساسي مرتبطة بأنها أغفلت الجانب الروحاني للدولة، وأيضا أن هذه القوانين التي تنظم هذا التعايش أو تهدف إلى تنظيم هذا التعايش للحريات فإنها في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان في بعض الأحيان تكون غير منصفة للأفراد وغير منصفة للأقلية، وتخدم بشكل أكبر الجماعة وتهدم أو تتجاوز حرية الأفراد وحرية الأقليات. كما يمكن كما قلنا أن نغني النقاش انطلاقا من انفتاح على موقف الفيلسوف هيجل أو أحد فلاسفة العقد الاجتماعي، وأن نناقش تصوره بهدف إغناء النقاش. إذن كمطلب أخير وهو مطلب التركيب، وهو ينبغي أن يمر من ثلاث لحظات أو لحظتين، ولكن نضيف لحظة ثالثة وهي مهمة للحصول على نقطة. هذه اللحظات الثلاث تتمثل في كتابة خلاصة تركيبية، وهنا تمرز جانب قدرتك التركيبية على الوقوف عند أهم اللحظات التي مررت منها أثناء تحليلك ومناقشتك للموضوع، فتقول أن الغاية أو إشكال الغاية غاية الدولة قد طرح اختلافا، وأن الأخذ بجواب واحد لن يكون مجديا لأن هذا الإشكال هو إشكال غني ومفتوح ويحتمل أكثر من جواب. ثم قد تبرز ذلك التأمل، الحس التأملي والنقدي لديك، فتتحدث عن أن هذا الإشكال له راهنية، فتبدأ في التفكير في مسار تطور الدولة في المستقبل. فإذا كانت الدولة قد مرت من المرحلة من مفهوم الدولة الكلاسيكي إلى مفهوم الدولة الحديث إلى مفهوم الدولة المعاصرة، وكل انتقال قد ارتبط بمفهوم معين للدولة، فكيف يمكن أن تكون الدولة في المستقبل؟ ثم أن تقدم موقفا شخصيا وتدعمه، وذلك انطلاقا من عزيزي التلميذ انطلاقا من أن تتبنى موقفا وتسنده بحجج لديك، أو أن يكون موقفك الشخصي هو إشكال جديد لأنك تعتقد أنه لابد أن نعمق النقاش حول هذا المفهوم انطلاقا من إثارة سؤال جديد، كما هو الحال بالنسبة لي ما قمنا بتوظيفه للاستئناس. فقلنا مثلا بالنسبة لموقفي ربما، فما يميز الدولة ليس هو الغاية من وجودها، وإنما هو طبيعة السلطة السياسية والوسائل التي تعتمدها في أجراءة هذه السلطة السياسية. إذن هنا يكون سؤال جديد هو موقفك الشخصي. ربما كآخر شيء هو الجوانب الشكلية، وهذه الجوانب الشكلية مهمة ينبغي أن لا تغفلها عزيزي التلميذ، لأن نصيبها هو ثلاث نقاط، فينبغي أن تقوم بكتابة وفق خط واضح ولغة سليمة خالية من الأخطاء، وأن تحترم نظام الفقرات بين المقدمة والعرض والخاتمة، وأن تقوم باحترام علامات الترقيم، وأن تقوم بكتابة وفق تسلسل منطقي واضح بحيث لا تنتقل من خطوة داخل مطلب إلى أخرى دون تماسك منطقي أو ربط منطقي. إذن يبقى شيء هو أن تقوم بمراجعة لهذه الخطوات حينما تنتهي من كتابة موضوعك، وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة. نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وإلى اللقاء في حصة مقبلة.